وتزامنا مع تغير الوضع في سوريا، يشهد الشرق الأوسط تحركات جديدة من قبل دول المنطقة، حيث اشترى الجيش الإسرائيلي 15 مقاتلة إضافية من طراز F-35، بينما تجري إيران حاليا مناورات عسكرية ضخمة. وصلت مقاتلتان من طراز F-35 باعتبارهما الدفعة الأولى ضمن المقاتلات التي اشتراها الجيش الإسرائيلي، وصلت إلى إسرائيل يوم أمس الاثنين بحضور وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر. وباتت هاتان المقاتلتان أولى المقاتلات من الجيل الخامس في الشرق الأوسط. هذا وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في 27 من الشهر الماضي على شراء 15 مقاتلة إضافية من طراز F-35 صنعت في الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي عدد المقاتلات F-35 التي اشترتها إسرائيل 50 مقاتلة. ومن ناحية أخرى، بدأت إيران بإجراء مناورات عسكرية ضخمة ابتداء من يوم الأحد الماضي ولمدة 3 أيام تحت شعار السلام المستمر والتضامن الإسلامي في ظل الأمن والدفاع الإقليمي، حيث قالت السلطات الإيرانية إن هذه المناورات عسكرية تهدف إلى التأكد من سرعة القوات البرية الإيرانية في الرد على التهديدات، إضافة إلى اختبار أسلحة محلية جديدة.